خلينا نروح لكابتن هشام حنفي، واحد من نجوم الاهلي السابقين. كابتن هشام نور يا كابتن فاروق، ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا كابتن، وانت كمان جدا كابتن هشام. اكيد يعني انا عارف ان انت كنت عندك حلقه دلوقتي واستوديو تحليل فني للمباريات، لكن مهمني اخد رايك يا كابتن في الفتره القادمه بالنادي اللي بالنسبه لفريق كره القدم، خصوصا ان احنا داخلين على مباراه الترجي. كابتن هشام يعني طبعا اكيد هارد لك طبعا الجهاز الفني والنادي الاهلي وجماهيره الكبيره جدا جدا اللي مش متعوده على اي اخفاق، زي ما انت كنت بتقول، وده وارد يبقى في اخفاق عشان يبقى في اصلاح بعد كده، لكن في النهايه دي مباراه كره قدم يا كابتن فاروق، فيها مكسب وفيها خساره وفيها حاجات كتير جدا 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 يعني، وفي عندك اصلا كمان غيابات كتيره قوي الفتره اللي فاتت، فالله يكون في عون الجهاز الفني ان هو ضغط على طول، هو ده قدر النادي الاهلي ان هو انت بتلعب على بطوله باستمرار، لكن الاهم ان انت ازاي بتخرج من كبوه للاصلاح. صحيح، في وقت قصير جدا انت عندك بطوله افريقيه بدايتها مع فرقه قويه جدا جدا، فالماتش ده يفرق معاك كتير كتير في مشوارك، ان انت لازم تكسب المباراه دي. صحيح، تحديدا رغم الاصابات برضو اللي موجوده ورغم الغيابات اللي هتبقى موجوده، فيعني الله يكون في عونهم، لكن النادي الاهلي كبير، عودنا دايما ان هو كبير. ما بتطولش يا كابتن هشام، اكيد احنا تعرضنا للمواقف دي، مباريات ممكن نكون يحصل فيها اخفاق، ولكن سريعا النادي الاهلي لان هو عارف ايه المطلوب منه ولاعيبته عارفه ايه المطلوب يا كابتن هشام. خلي بالك يا كابتن فاروق حاجه بس نقطه عشان برضه الناس تبقى فاهماها كويس، الحمد لله الواحد لعب على مدار 18 سنه دوري ممتاز، منهم اكثر من 12 سنه في الدوري في النادي الاهلي، فلا الواحد عنده خبرات متراكمه كل يوم بتزيد خبرات يعني، لكن انا عايز اقول حاجه، ان اللعب ضد الاهلي والزمالك اسهل بكتير من اي حد، يعني انا النهارده لو ماسك فرقه وبلعب النادي الاهلي هلعب باستراتيجيه مختلفه تماما عشان ما اخسرش من النادي الاهلي، فكل واحد ليه استراتيجيه، النادي الاهلي بيلعب على المكسب على طول. مثلا النهارده الامور كانت صعبه على النادي الاهلي، لان انا اصلا بلاعب فريق يعني صراحة علي ماهر عمل شكل كويس جدا والحصان الاسود للسابقه السنه دي، لكن في النهايه هو قسم مباراته ان هو ما يخرجش بهزيمه من النادي الاهلي بشكل كبير. لكن هو التوفيق في عوامل التوفيق كانت معاه طبعا، اللعيبه حالتها كانت كويسه جدا جدا في الملعب، واقفين على رجليهم كويس قوي، عاملين بلوك كويس، كل التقدير ليهم الصراحه، هم لعبوا مباراه مميزه قدام النادي الاهلي وعرف يخطف المباراه. كابتن عشان كده انا بقول لك في النهايه انت بتلعب قدام النادي الاهلي او الزمالك بجيم مقفول، اللي انت عارف انت بتلعب فريق بطل، فالبطل ده لازم ابقى عامل له حساب، هو انا هنزل ابقى انا عنتري وهلعب ضد الاهلي جيم مفتوح؟ اكيد لا طبعا، طبعا صحيح كده خاص بالعالم. صحيح، فهو قدر ان هو يلعب ده، وقدر ان هو يلعب على كمان على صناع اللعب اللي هو بيوصلوا لك، يعني انا امبارح انا كنت زعلان ان مروان محسن استسلم جدا 90 دقيقه في الماتش كله، يعني هو كان مقفول عليه، بس انا متعود على مروان ان هو بيتحرك داخل الصندوق وبيعافر وبيخش، يعني الحاجات دي امبارح انا حسيته استسلم، يعني ده انا كنت زعلان من كده ان هو استسلم، حسيت ان في لعيبه برضه مقفول عليها ما عندهاش حلول في الملعب امبارح، فده ده يعمل ايه في كابتن حسام بدري؟ يعني انا واقف النهارده كمدير فني عامل ايه؟ ما اللعيب حالته مش في يومه، مش في يومه يا كابتن، في يومه مش في يومه، لا عايز اقول لك حاجه، انت خلاك في ظروف وفي متغيرات في الماتش، لو حصلت يا كابتن فاروق هتلاقيها انت النادي طبعا منها ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش يا كابتن، ده حقيقه كانت متغيره مهم جدا، طبعا هتلاقي نفسك في متغيرات، هتلاقي متغيرات، هتلاقي الجيم اتفتح، هتلاقي ان انت بتكسب بالظبط، لكن انا في النهايه طب انا عايز بس اكلمك كابتن هشام، وانت واحد من الناس اللي عاشوا كتير داخل النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي ودوره في وقت زي كده، كابتن هشام يعني برضو يهمني اعرف رايك في الجزئيه دي ورساله توصلها لجمهور النادي الاهلي. بص الجمهور انا عارف المباراه دي هيبقى فيها 15000 او اكتر من كده ان شاء الله، يبقى اكتر من كده لان المباراه مهمه جدا جدا، عارف ان الجماهير كلها هيبقى الثقافه والوعي عندهم كبيره جدا جدا، ان انت دايما الجمهور هو اللي بيساندك وهو اللي بيبقى سبورت ليك، فاكيد هيجي لك وهيدعمك بشكل كبير جدا، وطول ما انت بتادي كوره كويسه مش عارف توصل للجون بس بتادي وعندك روح، الجماهير هتسقف لك وهتشجعك، حتى مش بتكلم عن النتيجه، انا بتكلم على البدايه نفسها، وحتى روحك في الملعب واصرارك في الملعب على انك تكسب، ده بيبقى بيدي انطباع كويس جدا للناس كلها، فهو ده اللي احنا مطلوب الفتره دي من النادي الاهلي، ان اللقاء ده تحديدا يبقى يعني قوي بالنسبه ومصيري للعيبه، يعني اللعيبه لازم عندها روح اكتر من كده، في لعيبه لازم عندها يعني طبعا
يعني سوري دم اكتر من كده، لان مش النادي الاهلي ده مش النادي الاهلي، النادي الاهلي اقوى من كده، النادي الاهلي لما بيتغلب ماتش بيبقى الدنيا بتقوم. طبعا طبعا. هو كابتن هشام زي ما انا قلت كده، انا بشكرك طبعا يا كابتن هشام حنفي، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين وخبرات كبيره جدا. حته الغضب بعد ماتشين ممكن يكون فيه اخفاق، ده وارد ولازم يبقى موجود عند جمهور النادي الاهلي، لكن ان انت الفتره اللي جايه عندك بقى خلاص انت بتقفل الصفحه بتفكر في اللي جاي، دعم الجمهور هو بقول لكم يا جماعه رقم واحد والله بيفرق. انا ما بتكلمش بس على اليوم بتاع بعد يوم الترجي او يوم الماتش، انا بتكلم من دلوقتي او بعد اللقاء الاسيوطي وحاله الاخفاق اللي حصلت. خليني برضو اخد راي واحد من نجوم النادي الاهلي لسه مش معانا، طيب يعني جزئيه الجمهور وانا بتكلم عليها اللي احنا بنشوفه ده، انا عارف ان الجمهور هيبقى عامل ازاي يوم الماتش، لكن في بعض الامور اللي مثلا بتاثر على اللاعبين بشكل كبير.